بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، يا فرحتي بجنتي مع الحبيب النبي، أنا رفيق النبي، أنا رفيق النبي. اللهم اجعلنا من رفقاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. كل ومن ساهم في طبع هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم، نحن تأخرنا 3 أيام لأن رمضان يكون له زيارات خاصة في بدايته مع الأهل والأقارب في كل مشارق الأرض ومغاربها، ولو فرحة بقدومه والناس يكونوا متلهفون لمقابلة ذويهم وأقاربهم وزيارتهم، وتركناكم 3 أيام حتى حينما نلقي عليكم أولى هذه المحاضرات تكونوا مستعدون وتكونوا أخذتم نفسكم واستعددتم لأن تسمعوا هذا الكلام الطيب عن كتاب هبات الرحمن للمكسرين من الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أولا نشكر كل من رقم 1 الدكتور المصري الصيدلي المقيم بأبو ظبي والذي تبرع ب1000 نسخة في العام الماضي أو 2000 نسخة من هذا الكتاب، وقال لي بالله عليك لا تطبع هذا الكتاب حتى أكون أنا أول المساهمين فيه، وقد تأخرنا بالنسبة لأوضاع كورونا في المطابع وقال أغلقت معظم المطابع وتأخر طبعه في العام الماضي وجعلنا مبلغه محفوظا حتى طبعناه هذا العام. رقم 2 أخت من الإمارات العربية المتحدة تبرعت ب3000 نسخة العام الماضي وأيضا ظل مبلغها محتفظين به في حساب خاص حتى طبعنا هذا الكتاب. يبقى في هذا العام تبرعت أخت من مصر ب2000 نسخة، 1000 نسخة من كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، و1000 نسخة من كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في أخت من فلسطين تبرعت ب2000 نسخة، 1000 نسخة من كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، و1000 نسخة من كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله أن نكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم أخت من سلطنة عمان تبرعت ب2000 نسخة، 1000 نسخة من كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، و1000 نسخة من كتاب هبات الرحمن للمقصرين من الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أخت من المملكة العربية السعودية تبرعت لنا بحوالي 4 أو 5 آلاف نسخة، ولكن منهم 3 آلاف نسخة من كتاب هبات الرحمن للمكسرون من الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والباقي من كتاب تنوير القبور وفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبقى مبلغ يكفي لحوض النبي صلى الله عليه وسلم والمسمى غاية المأمول في الوصول إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب حوض الرسول صلى الله عليه وسلم تبرع
أخ الطبيب المذكور أو الدكتور المذكور في البداية بحوالي كرتونة ف60 كتاب ب$210 من هذا الكتاب. أخ أيضا تونسي من تونس مقيم بفرنسا تواصل علي لأول مرة وأرسل $500 لكي نخرج منهم بقيمتهم من هذا الكتاب. يبقى الأخت السعودية تبقى $800 والأخت $800 لكتاب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان زيادة عن حوالتها في طبع كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وكتاب غفران الذنوب. يبقى إذا في أخت أيضا من الجزائر جزاها الله خيرا تبرعت بأكثر من $1500 خصصنا منهم كتاب غفران الذنوب وتنمور القبور بالصلاة على الرسول، تبقى $215 من طبع كتاب غفران الذنوب وتنمور القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمناها برسالة صوتية أو كتابية أننا خصصنا لها كرتونة ف60 كتاب $210 وتبقى $5 معنا لها نخرج بهم كم كتاب من كتاب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحبابي أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هنلتقي بكم الآن في أولى هذه الحلقات الطيبة المباركة، وهي حلقات مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فانتظرونا وابقوا معنا. نلتقي بكم على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لكل الناس، ولا تنسوا تفعيل الإشعارات في الشهر الكريم حتى تكونوا من المكسبين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل تفعيل للكل، إشعارات الكل للقناة، بحيث ان اول ما الحلقة تكون موجودة يجي لك إشعار ان انت في فيديو تم رفعه الآن. لا تنسوا مشاركة أيضا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا أن الحسنة ب700,000 ضعف في شهر رمضان، فنستقبل حوالاتكم حتى يستمر الطبع لكتاب هبات الرحمن حتى نموت. أما كتاب غفران الذنوب فنوقف طبعه حتى بعد العيد حتى نعطي فرصة لكتاب هبات الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.